بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكم الكبار كابتن ماهر همام، الكابتن علاء ميهوب، وكابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للجماهير، مبروك للاعبين والجهاز الفني والاداري، ايضا مبروك لمجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب. هارد لك لنادي نهضه تركان، عملوا مباراه كويسه، ولكن النادي طبعا الاهلي تفوق لعبا ونتيجه في الشوط الثاني. كابتن ايمن، انا قبل بس ما اروح للتحكيم هتكلم في نقطتين مهمين جدا يا كابتن احمد، في تعيين طاقم التحكيم اللي هم في ميدان اللعب، وتعيين طاقم التحكيم اللي هم في غرفه الفار. بنتكلم في طاقم التحكيم اللي هم في ميدان اللعب، هم الحكم الدولي مصطفى غربال الحكم الجزائري، مع عبد الحق تشالي مساعد رقم واحد، ومعاه مكران مساعد رقم اثنين. دول يا كابتن علاء بيلعبوا دايما مع بعض، دي حاجه نقطه مهمه جدا. زي التيم اللي بيلعبوا مع بعض هم كطاقم تحكيم، اي مباراه في افريقيا هم دايما هتلاقي الثلاثه دولت في كل مباراه مع بعض. الميزه هنا ايه؟ هتلاقي في اللغه، هتلاقي في التفاهم، التجانس، التعاون، دي بتبقى حاجه جميله جدا جدا. طاقم التحكيم اللي كان في ميدان اللعب، لما نروح لغرفه الفار هنلاقي طاقم التحكيم كله من قطر، بنلاقي فيه بقياده عبد الرحمن الجاسم، ده حكم راح كاس عالم في روسيا. عندنا خميس المري ايضا كان موجود في بطوله الشباب كاس عالم، وعندنا مسعود احمد نفس الشيء، الثلاثه راحوا بطولات كبيره جدا جدا. فانا حابب اقول ان طاقم التحكيم اللي كان موجود النهارده هو على قد المباراه الكبيره كابتن ايمن، هي مباراه سوبر، مباراه كبيره بيتعين لها حكم كبير، يعني حكم كبير ازاي يدير المباراه باقل الاخطاء يا كابتن احمد ويطلع بيها بشكل ممتاز. طبعا بشيد بطاقم التحكيم الجزائري، وبشيد بطاقم التحكيم القطري، اللي اعتقد ان الكابتن ناجي جوني هناك عامل شغل كبير جدا جدا من الفتره، ودي يمكن نتاج الشغل اللي عاملينه هناك في قطر في التحكيم القطري. نروح للحكم مصطفى غربال. مصطفى غربال حكم كبير جدا يا كابتن ايمن، عنده من الخبرات الكبيره قوي قوي قوي، الاتحاد الافريقي بيعول عليه في كل الماتشات الكبيره. عاوز اقول ان هو يمكن لعب نسخه النسخه الاخيره نادي الاهلي نادي الزمالك في دوري الابطال، وكان هو يعني ادى مباراه بشكل كبير. كل المباريات الكبيره بيلعبها مصطفى غربال، وايضا النهارده بيلعب مباراه كبيره اللي هي مباراه السوبر الافريقي. نروح للتحكيم، كان هادي جدا جدا، عنده ثقه في القرارات. كابتن ايمن، هذه مباراه كبيره، يعني خلينا اقول ايه، ان مش كل قرار هتاخده بتفرق كتير جدا لما تكون مباراه كبيره، انت ازاي بتديرها باقل الاخطاء. في اخطاء كابتن احمد، ولكن بشكل عام لما نيجي نقيم الحكم ما بناخدش قطعه قطعه ولا جزء جزء منها، احنا بنتكلم بطاقم التحكيم بالكامل في المباراه كامله، هو نجح باقل الاخطاء. ربما يكون في بطاقه هنا او بطاقه هنا، ممكن يكون في خطا هو عدى منه، ولكن بشكل عام بنقول ان مصطفى غربال النهارده نجح نجاح كبير باداره المباراه. هتكلم في نقطتين مهمين جدا يا كابتن احمد. النقطه الاولى، لما جينا نشوف احتساب مخالفه كانت تقريبا ما بين بره الخط 18، وشوف مدى السرعه في التنفيذ. يعني النهارده كان الفار موجود وهو احتسب القرار من خارج منطقه الجزاء، والنهارده الفار اكد بالظبط في 30 ثانيه، يعني ما خدتش وقت كتير جدا جدا في المراجعه، وده بيدل على ان طاقم التحكيم الفار على فهم ودرايه جدا جدا من التقنيه، ويقدر زي ان هو يدي القرار للحكم في 30 ثانيه. وهو كمان كحكم يا كابتن، هو يعني هو على طول الفاول، هو على طول شايف وقريب جدا من الفاول، يعني واضح ان هو كان لعيب كوره، يعني مش حكم يعني بالظبط كابتن احمد. هو هنا هو اللي خلاه خد القرار كابتن احمد، احنا قلنا عشان تبقى حكم شاطر لابد انك انت تكون عندك قراءه للعب، قراءه اللعب دي مهمه جدا جدا، ازاي انك انت تبقى متوقع اللعب هيكون فين، ازاي هتقرب عشان تقدر الخط الفاصل ده هو خط تحديد من الحكم، الحكم هو خد القرار من خارج، وايضا الفار النهارده اكد معاه المخالفه. انا بحكي في ايه يا كابتن؟ ان هي ما خدتش كتير، يعني ما خدتش كتير، يمكن 30 ثانيه، وحتى عمل سبري واستأنف ولعب، دي حاجه. حاجه ثانيه بنتكلم في انذار حسين الشحات، احنا قلنا القانون دايما في الاستدلال يا كابتن علاء، من فضلك تخرج من اقرب نقطه، يعني هو حتى كمان قال لك اخرج من هناك. طب انا بسال، لو انت عندك انذار النهارده كلاعب وانت تعمدت انك انت تخرج من المنطقه البعيده، كان ممكن يديك الانذار تاني والبطاقه الحمراء. دي برضه بنقولها للاعبتنا ليه؟ لان لما يكون في استبدال، استبدال بيقول ان اللاعب يخرج من اقرب مكان
زي ما الحكم بيقول لك اخرج تبتدي تخرج. دي حاجه برضك من الحاجات اللي هي النهارده هو خد انذار. انا بقول الانذار طبعا انذار مكاني، مكان يجب على ان اللاعب ان هو يعني يتعمد الخروج من المنطقه البعيده، لان زي ما قلت لو عنده انذار كانت هتبقى مشكله. ولكن نتكلم على تحركات حكم. حكم عنده قراءه جيده جدا كابتن علاء، عنده ثقه كابتن وعنده هدوء. يعني بنشوف احيانا في بعض الاحيان حكام في اي موقف بص تلاقيه اتعصب. خلي بالك التعصب دوت اثناء المباراه وانت بتاخد القرارات بينعكس على ادائك في الملعب. صحيح. دايما هو هادي، يعني بياخد القرارات وهو هادي. الهدوء دايما بيدي ثقه للحكم، بيدي زي ان هو يفكر، بيدي زي ان هو يقدر يتحرك، يقدر ان هو يحتسب الاخطاء. بشكل عام بقول مبروك للتحكيم الجزائري، حكم رايح كاس عالم عنده 35 سنه، الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بيعول عليه بشكل كبير جدا جدا. عندنا حكام طبعا متميزين في مصر، اعتقد ان هم برضك عندهم فرصه الصعود لي او ان هم يروحوا كاس عالم. بحيي تاني حكام الفار، الحكم القطري عبد الرحمن جاسم، بحيي لجنه حكام القطر كابتن ناجي كويني، عندهم حاجه كويسه جدا وعندهم تنظيم واداره. بشكل عام بقول مبروك لطاقم التحكيم الجزائري وطاقم التحكيم القطري، مبروك للنادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله باذن الله في المباراه القادمه ان احنا نشوف تحكيم افضل في المباراه القادمه كابتن ايمن باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم العظيم كابتن نصر عباس. اشكرك. حابب قبل ما اختم واشكر ضيوفي اقول ان مجلس اداره نادي الزمالك النهارده بيهنئ النادي الاهلي بالحصول على كاس السوبر الافريقي. يتقدم مجلس اداره نادي الزمالك المعين برئاسه حسين لبيب بالتهنئه الى مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بعد التتويج ببطوله السوبر الافريقي على حساب نهضه بركان المغربي بهدفين دون رد. ويؤكد نادي الزمالك على علاقته الطيبه بجميع الانديه المصريه خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات الأفريقية. طبعا لفتة رائعة من نادي الزمالك ومجلس إدارته المعين، وده اللي بنتمناه دايما من المسؤولين في نادي الزمالك، وتكون العلاقة بين الأندية وبعضها وخصوصا بين الأهلي والزمالك علاقة أشقاء ببعض. بنشكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على هذه التهنئة. وبكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه اليوم بين النادي الاهلي ونادي نهضه بركان المغربي في السوبر الافريقي، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 وحصوله على لقب كاس السوبر الافريقي للمره السابعه في تاريخه. الف مبروك للنادي الاهلي زي ما قلنا، وبالتوفيق دايما ان شاء الله للنادي الاهلي. حابب اشكر ضيوفي الكبار اللي شرفوني النهارده وامتعونا كالعاده، كابتن ماهر همام الف شكر يا كابتن امتعتنا. شكرا يا ايمن والف مبروك يا حبيبي. كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن امتعتنا. شكرا يا ايمن والف مبروك للنادي الاهلي. كابتن عادل عبد الرحمن الف مبروك والف الف شكر يا كابتن. الف مبروك يا كابتن. نقفل بقى على سوبر ونشتغل برضو. على طب نفرح النهارده افريقيا. لا خلاص طيب افريقيا ال 10 بقى خلاص ماشي. كابتن احمد بلال الف مبروك كابتن شرفتنا. ربنا يخليك كابتن ايمن، ربنا يكرمك والف مبروك للنادي الاهلي، وهنفضل فاتحين برضه خلاص وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.